الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو الدرس 12 من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة في ضوء كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يتعلق بالقسم الأول أو الجزء الأول من غزوة بدر الكبرى، فهذه الغزوة من الأهمية بمكان، وفيها من الدلائل والمعجزات والأحداث العظيمة ما يستدعي إعطاء وقت كاف للحديث عنها. هذه الغزوة كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وتحديدا خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم في 8 من رمضان، ووقعت المعركة في 17 من رمضان. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن عيرا لقريش قادمة من الشام، لأن قريش كان لهم رحلة صيفية إلى الشام ورحلة شتوية إلى اليمن يتجرون فيها، فيبيعون ويشترون ويقدمون بما يشترون إلى مكة. وكانت هذه عير عظيمة مكونة من 1000 جمل يقودها أبو سفيان بن حرب، ويقوم على حراستها والعناية بها عدد قليل، 40 رجل. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الغنيمة العظيمة لا يمكن تفويتها، فانتدب أصحابه سراعا، فخرجوا بسلاح الراكب في عدد قليل يتجاوز 300، وتحديدا 314 رجل، وخرج مسرعا لاعتراض هذه القافلة، وأرسل عيونا يتحرون عن أماكن وصول هذه العير. وأتى الخبر أبو سفيان، لأن أبا سفيان كان من دهات العرب، وكان لديه حس وتخوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيخرجون لاعتراض هذه القافلة، خصوصا وأنهم في السنة التي قبلها اعترضوا عيرا لرجل من قريش قال له عمرو بن الحضرمي وسلبوها. فبعث هو أيضا عيونا يتحرون عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد له خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رجلا ينذر قريش ويستصرخهم للخروج للدفاع عن عيرهم، حتى إن الرجل جاء على ظهر جبل من الجبال المشرفة على مكة وصاح وصباحاه، فلما انتبه له قريش قال إن محمدا قد خرج لاعتراض عيركم. فنهض عدو الله أبو جهل في حنق وغيظ وغضب، واستنفر قريش كلها ومن حول مكة من القبائل للخروج لمواجهة عظيمة ساحقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عيونه يتحرى عن طريق العير ومكان سيرها، وأبو سفيان من حرصه بعث أيضا جواسيس يتحرون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أنه زاد على ذلك أن ذهب بنفسه إلى الموارد التي في طريق الناس في ذلك الموضع، فجاء إلى من الموافقات العجيبة، وكأن الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها
أراد أن يلتقي الجيشان وأن لا تتم أو أن لا يتم الحصول على العير، كما قال سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تودون أن العير تغنمونها وتسلمون من لقاء المشركين. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة ولمقصد عظيم أراد أن يتم اللقاء بهذه المشركين وأن تحصل هذه المعركة العظيمة. فجاء أبو سفيان إلى أحد الموارد التي ورد عليها اثنان من عيون النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتحسسون الأخبار، فسأل أبو سفيان من كان على البئر أو على المورد: هل استنكرتم أحدا؟ قالوا: نعم، صاحبي بعيرين أناخا واستقيا من الماء ورحلا. فمن ذكائه جاء إلى مبرك بعيرهما وأخذ من الرجيع البعض وفته بأصابعه فإذا فيه النوى، فإذا فيه النوى فأدرك أن هذه ليست من علائف الذين يعيشون في هذه المنطقة، وإنما هي من علائف يثرب. فضرب وجه العير متجه إلى جهة البحر، مبتعد عن الطرق التي عادة ما يسلكها المسافرون إلى ما بين الشام ومكة، ففات على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت لما نجا أبو سفيان أرسل إلى قريش: أني قد نجوت وعليكم الرجوع، إلا أن أبا جهل عدو الله سبحانه وتعالى ولحكمة يريدها الله أصر بكبرياء وبطر، وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فقال: لابد أن نرد بدرا ونقيم عليها 3 ليالي ونشرب الخمر وتغنين القيام وننحر الجزور ويسمع بمسيرنا العرب، فلا يزالون يخافوننا أو يهابوننا دوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن العير فاتت عليه وعلم بمسير قريش، فتحقق أن اللقاء والمواجهة حاصلة، فثقل عليه هذا الأمر ثقل عظيم، لأنه لم يستعد هو لحرب، إنما استعد لقطع الطريق على هذه العير، ولذا أهمه هذا الأمر وخشي أن يحصل مقتلة عظيمة لأصحابه. ولذا كان من دعائه قبيل بدء المعركة، كان في حال قلق وفي حال خوف وفي حال تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يقصد من معه من الصحابة، لا تعبد في الأرض. فكأنه خشي من معركة تكون كارثة على أصحابه رضي الله عنهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب وقدر أن المعركة وإن حصلت فإن العاقبة ستكون للمتقين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ ووثق بالله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام لما تبعه فرعون واكتنفه والبحر في وجهه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فحينئذ حضر اليقين والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فقال بكل ثقة وبكل يقين: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلم يعتمد على ما معه من الرجال ومعه من القوة، وإنما أدرك أن القوة إنما هو باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب الله عليه هذا اللقاء لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه. وللحديث بقية إن شاء الله عن ما حصل مع بداية المعركة ونهايتها وما فيها من الآيات والدلائل والمعجزات والخصائص،
والمنن العظيمة على نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى هذه الأمة من بعده. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.